طيب القصة الثالثة اللي معايا، عندك الشجاعة وعندك الجرأة ان انت تقولي مين النجمة او مين الفنانة اللي دايما بتشغل لجان الكترونية وذباب الكتروني في ان هو يهاجمك طول الوقت على السوشيال ميديا؟ عندك الشجاعة تقولي مين؟ اقول مين؟ لا طبعا ما عنديش. عارفاها؟ طيب عارفاها طبعا. عارفة ان في واحدة بتأجر لجان عشان تهاجمك طول الوقت؟ ربنا يكرم الناس كلها. اعتقد احسن حاجة ان الواحد يركز في شغله، يركز في نفسه، يركز انه يبقى افضل من كل حاجة. يركز انه هو يطور من نفسه طول الوقت، انه يعمل عمل احسن من اللي فات، انه يطلع بصورة احسن، يشتغل على نفسه احسن ما يشتغل انه هو يدمر اللي حواليه. يعني بس ده يعني ايه الحلو يعني ان انا اقعد الكره دي إيه؟ يعني مين اللي بتكرهك قوي كده عشان تدفع فلوس وتجيب لجان، تأجر لجان تقعد تهاجمك طول الوقت؟ انت بتقولي ان انت عارفه الشخصيه دي. طبعا عارفه طبعا. عرفتيها ازاي؟ عرفتيها ازاي؟ قال لي، وفي ناس كتير من اللي بيقبضوا فلوس قالوا لي، يعني قالت لي كتير اللي بيقبضوا فلوس جم قالوا لك جت اديتنا فلوس عشان نخاطر. الحاجات دي كلها بتبقى معروفه على فكره. فنانه واحده ولا كذا فنانه بتعمل كده؟ اللي انا اعرفها واحده. واحده بس. صغيره كبيره؟ معرفش بقى يا أميرة. صغيرة في السن كبيرة في السن؟ معرفش بقى يا أميرة بطلي. طب قولي لي بس، صغيرة ولا يعني صغيرة عادية؟ عادية متوسطة. عادية. تمام. طويلة ولا قصيرة؟ مش عارف. طويلة. معرفش. طويلة. معرفش ولا نص نص؟ مش عارف. بتعملي ايه لما بتهاجمك؟ بتتصرفي ازاي؟ ولا محمد بيتصرف؟ لا والله بحاول اركز في نفسي. ما بتضايقكيش؟ بتضايقني والكلام؟ لا بتضايقني طبعا. يعني اكيد حاجه بتضايقك لما تلاقي حاجات غريبه بتتقال، لما تلاقي هجوم، كلام غريب بيتقال قبل مثلا حاجه معينه، يعني ما ينزل بوستر فيتعلق تعليق على تمثيل، فنوع من انواع الغشوميه شويه. فبتبقي عارفه. بس يعني ايه اكتر حاجه اتكتبت ضايقتك؟ ضايقتك اكتر حاجه ضايقتني؟ لا والله انا ما بطلت من زمان، يعني انا زمان قوي كنت بتضايق. بعد كده بطلت. لان خلاص في ربنا بيديني حاجات كتير جدا حلوه. ربنا بيعوض لي ده على فكره، يعني على قد ما. بصي محدش بيقدر يقف قدام ربنا. الفنانة دي انت اشتغلتي معاها قبل كده ولا لا؟ اللي بتهاجمك طول الوقت. أميرة انا مش هقول. ما انا عارفه. لا بس انت اشتغلتي معاها قبل كده ولا لا؟ والله انا مش هقول. ما انا عارفه ان انت مش هتقولي. انا مش عايزه اعرف ولا هقول اشتغلت معاها ولا ما اشتغلتش معاها، ولا هقول تفاصيل. هي ربنا يكرمها. كل واحد يركز في شغله. دي طريقه مش حلوه بان احنا نعلي نفسنا. ما حاولتيش تهاجميها ليه زي ما هي هجمتك؟ عشان بحس ان ده شر باين، وبحس ان انا لو عملت كده ربنا عمره ما هيكرمني. يعني على فكره دي اسهل حاجه. هي ما شغلتش حملة أول ما البوستر بتاع نعمل أفوكاتو نزل، قبل ما ينزل أساساً، قبل رمضان يجي فترة طويلة، نزل البوستر بتاع نعمل أفوكاتو تقريباً بشهر، قبلها بشهر، ما كانش فيه لجان متسلطة إن هي تخش تكتب كلام سلبي وإنه كذا وإنه كذا وإنه تاني، ونفس قصة جعفر العمدة من قبل أساساً ما يشوفوا المسلسل ولا يعرفوا بيتكلم عن إيه؟ بصي ده سهل إنه تعمل، بس في الآخر إيه اللي بيرد عليه؟ النجاح. نجاح ولا بيرد عليه؟ فالهجوم مهما حصل او مهما ناس اجرت ناس، ما بيبقاش على قد النجاح. لما بيبقى نجاح كبير قوي، مهما عملتي، مهما اجرتي ناس، مهما ده بيبقى اكبر بكتير، فبيبقى ده حاجات صغيره قوي بالنسبه له، فما بتفرقش. يعني ما بتفرقش. ما تبصيش على الحاجات الصغيره دي، بصي على الصوره الاكبر. الفيدباك الكبير ايه؟ الناس عجبها ولا لا؟ رد الفعل في الشارع ايه؟ هو ده المهم. بيهمك رأي الشارع اكتر طبعا. طيب